وعلى بركة الله شواطنا تتواصل بميدان الساد في صباح هذا اليوم في شارة الديوان الثامنة وثالث شواط صباح هذا اليوم خاص للجعدان المحليات الأصايل. نسير وياكم مشاهدين الكرام مع اللي قاد المسيرة وخذ المركز الأول، ها هو أمامكم يفتتح إذاعة الشوط شاهين لغاصب بن محمد بن خيله العفاري، يتصدر القيادة شعاره رعب ويضا منذ بداية الشوط. المركز الثاني الأمير عمر بن سهيل بن محمد بن حطم العامري. المركز الثالث يتواجد مبشر حميد بن محمد الشامسي، نقله إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث ناصي لشهاب بن حمد بن متعب العامري، نقله إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع الشمالي خليفة بن محمد مسافري. المركز السادس، المركز السادس شاهين لعمر بن ربيع بن مطر القتبي. هكذا النداء لستة الأسماء المتقدمة في شوطنا الأول للقعدان المحليات الأصايل لمن هذا الشوط المخصص للقعدان المحليات الأصايل. المنافسة حاضرة والتحديات بالشوط الأول المحليات الأصايل القعدان. الأمير مع عمر بن سهيل بن محمد بن حطم العامري، ويتقدم هناك شاهين لغاصب بن محمد العفاري. المركز الثالث شاهين، وتعود الملكية أو مبشر حميد بن محمد بن حمد لحميد بن حمد الشامسي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الثلاثة انفردا ما شاء الله عليهم، لكن بناخذ الرابع. أشوف المركز الرابع مشاهدين الكرام الشمالي الخليفة بن محمد المسافري يتقدم إلى المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين مع عمر بن ربيع بن مطر القتبي، وشاهين صاحب عوايد ينطلق من مركز إلى مركز عينه إلى المقدمة بن ربيع، يبقى يكتسب المركز الأول بأول أشواط القعدان المحليات الأصايل. يكون له الحضور المشرف بهذا الشوط. المركز الخامس، المركز الخامس أصبح مسافري لكن خسات لشهاب بن حمد بن متعب العامري. هكذا النداء لستة الأسماء. يا سلام القعدان المحليات الأصايل، المنافسة حاضرة، التحديات أيضا في هذا الشوط. لكن بنعود لكم إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى الصدارة وبنتابع وبنشوف ما يجري في هذا الشوط بميدان الساد، ما يحدث على أرضية هذا الميدان. القيادة مع الأمير عمر بن سهيل بن حطم العامري متصدر القيادة، عاد شاهين وغاصب بن محمد العفاري على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا أبو محمد، نتمنى لك التوفيق ونتمناه للكل بإذن الله تعالى. شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث أصبح مبشر حميد بن حمد الشامسي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع،
المركز الرابع ايضا واصل بربيع، واصل انكم بربيع وهو يحمل رقم واحد، يحمل رقم واحد ويقترب شيئا فشيئا لعمر بربيع من مطر الاقتبي. يا سلام يا شاهين، السلالة الشاهينية بدأ يقترب من المقدمة، بدأ يقترب من المقدمة. كنقول سلام يا بربيع سلام، اذا اكتسب المركز الاول غادم بسلالة شاهينية متكي على السلالة المميزة اللي لا تهمها طول المسافة، السلالة الشاهينية. المركز الخامس، المركز الخامس يتقدم مهدي مسلم بن محمد بن صقوح العامري، وصل مهدي وخذ المركز الخامس. المركز السادس وصل شعار بو علي مع مغادر محمد بن احمد بن حسين العامري وخذ المركز السادس في هذه اللحظات. هكذا النداء لستة الاسماء المتقدمة في هذا الشوط، في شوط القعدان المحليات الاصايل. يا سلام يا بالحطم، يا سلام يا بالحطم، المسيطر السيطرة التامة، السيطرة التامة. عمر بالحطم العامري مسيطر السيطرة التامة، عمر بن سهيل بالحطم مسيطر السيطرة التامة. الشامسي يرفع راية الخطورة مع مبشر، حميد بن حمد الشامسي رفع راية الخطورة. اهو بربيع وصل، وصل بربيع، وصل شاهين. عمر بربيع بن مطل اكتبي خذ المركز الثالث، خذ المركز الثالث، يبى يكسب المركز الاول. وقلت لكم انه خطير وعينه للصدارة. غاصب بن محمد العفاري على المركز الرابع، المركز الخامس محمد بن احمد بن حسن مع مغادر بن صنقوح على المركز السادس. لكن بنعود الى المقدمة، بنشوف ما يحدث، ما يجري على ارضية ميدان الساد. شوط القعدان الاول، شوط الافتتاح، 1200 لا زال بالحطم المسيطر. عمر بن سهيل بالحطم العامري مع الامير، مع الامير الشامسي، الشامسي معترك مع الامير بن بشر حميد بن حمد الشامسي. شاهين قادم حق عمر بن محمد، عمر بن ربيع بن مطر الاكتبي على المركز الثالث. لكن خلاص خلاص، الكيلو المتر الاخير، كيلو الامتحان، كيلو الامتحان لي من الفوز بالحطم المحطم على الصدارة، المحطم على المقدمة. حتى هذه اللحظات عمر بن محمد بالحطم العامري المركز الثاني مع الشامسي، وصل بربيع. الله الله، افتح الطريق يا اخوان، افتح الطريق يا اخوان. لكن ما رضيوا، ما رضيوا، حرك بالحطم، حرك الشامسي. بربيع قادم، يبقى موقع الصحيح، يبقى موقع الصحيح، لان صاحب عوايد لم يخلي عوايد شاهين، لم يخلي عوايده. الشوط مزحوم او الشوط خفيف، ما يهمه، ما يهمه، يحمل رقم واحد وينطلق عمر بن ربيع بن مطل اكتبي. لكن بالحطم، بالحطم مسيطر السيطرة التامة. حتى هذه اللحظات بدت الأمور، حتى هذه اللحظات في خطورة، في خطورة بربيع أو بالحطم. المعركة، المعركة، شوف الصمود، من بيصمد، من بيتحمل هذه الضغوطات القوية في اللحظات الأخيرة، ما بين الأمير، ما بين شاهين، شاهين والأمير بربيع بالحطم. يا هي معركة، يا هي معركة. السلام وين؟ السلام وين؟ السلام هني في الساد، أم يذهب مع بربيع، أم يذهب مع بربيع. يا هي معركة، يا هي معركة. شاهين ولا ولا الأمير؟ شاهين والأمير، شاهين والأمير، شاهين يتسلل. هذا اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرقة. بربيع، بربيع بالحطم، بربيع قدم شوي كي يثبت الوجود. ولكن بربيع ينتزع المركز الأول، عمر بربيع بن مطر الاكتبي. تهانينا له الناموس. الثاني الامير مع بالحطم، الثالث مع محمد بن احمد بن حسن العامري، اما الرابع حتى السات الى اللي قدرت هي خط النهاية. التوقيت 8:02. تهانينا لعمر بربيع بن مطر الاكتبي، نهني على فوز شاهين بالمركز الاول اللي يحمل رقم واحد. تهانينا يا ابو محمد على هذا الفوز.